السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعرف البيغ الأثيوبي. قدامنا واحد بيغ أثيوبي باللون الرصاصي وعليه بعض البحيرات. من الخلف عليها صورة ولد صغير. العملة دي إصدار قديم سنة 2000. ده واحد بيغ أثيوبي. بعد كده عندنا الخمسة بيغ أثيوبي، طبعا مكتوب عليها باللغة الأثيوبية، موجود بس عليها بالإنجليزي National Bank of Ethiopia. عليها بعض الحيوانات الخمسة بيغ أثيوبي من الخلف، غزالة ونمر غابة. ثم بعد ذلك العشرة بيغ أثيوبي باللون الأخضر، عملة قديمة طبعا فالتصميمات فيها مش قوية. بعد كده العشرة بيغ أثيوبي إصدار 2020 من الخلف. بعد كده الخمسين بيغ أثيوبي عليها جرار زراعي من الخلف وعلامة مائية أسد باللون الأحمر. ثم الخمسين بيغ أثيوبي من الخلف شكل سفينة موجودة على العملة، الخمسين بيغ أثيوبي. بعد كده الميت بيغ أثيوبي باللون الأزرق، عليها مصنع كبير وكنيسة. ثم بعد ذلك الميت بيغ أثيوبي عفوا باللون الأزرق خلف العملة. وبعد ذلك الميتين بيغ أثيوبي، هي أكبر ورقة في فئة العملة الأثيوبية، عليها ظبي موجود باللون البنفسجي في ظهر العملة الأثيوبية، وحمامة سلام موجودة على العملة مكتوبة هي 200 بير، 200 بير أثيوبي. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الصور.